ما كاينش عندنا مشكل الدار كيخليوك تمشي زعما لا لا فاش كنمشي سليت بغيت ديك الوقيته ديال 10 سنين مشيت في البروغرام ديال راجل لعبه ماشي انا في الطاس كيفاش كتعرف بصراحه انا ولا لعبه في دون شوف كيفاش كتعرف ديك الوقت هذيك المره ديال فلاش ديال 10 سنين هي 10 سنين اول مره مشيت تشيل هي هذه واول ماتش ليا في دونور هذه كان في الطاس اول ماتش ليا في دونور كان الدراجه والكوكب كان الشتا كتصب سال هذاك الماتش جوج بجوج وما كانش اسمح لي قاطعش ما كانش عندنا مشكل الدار كيخليوك تمشي زعما لا انا فاش كنت ماتش ديال 4 4 ديال بين المنطقه هو الصراحه كنت حاضر بغيت نعرف لا عرفتش ما حضرتيش ليه ولكن بغيت نعرف واش كان بحال هذاك الاحساس اللي عشنا في التيران ولا لا غيكون لا اش عاودينا دابا التجربه ديال بنت كيفاش عشتي هذيك الروح حاجه داك شوف داك الماتش الوحيد اي واحد راه يعيش معاه غتسولو غيجاوبك فيرسون ديالو جاو الجوندارم هما الوقف وديت عوج واه عباد الله داو لي السكيطه ديالي كانت هنايا واه عباد الله سكيتي كانت داو لي هي كاينه في الكار ما يقولوا لي اسكت واش الدراري كنتمنى كامل تكونوا على خير وبخير ومرحبا بكم في بلان جديد ماشي في فيديو كيف العاده الدراري جيناكم بواحد الكونسيبت ان شاء الله كنتمنى من الله باش يعجبكم كما كيعرف الجميع كما شفتوا معايا غنحاولوا غنصوروا لكم الدراري بودكاست وان شاء الله فهاد البلاصه هذه غتشوفوا معنا ضيوف والضيوف هادو اللي غتشوفوهم معنا اللي هما جمهور فريق الرجاء البيضاوي الدراري اللي كيكونوا شويه معروفين والدراري اللي ضاربين طريقه وسوفاو على فريق الرجاء البيضاوي المهم الاخوان معايا اول ضيف الضيف محبوب على جماهير الرجاء بزاف منكم كيعرفوه في فيسبوك الضيف ديال الحلقه الاخوان مهدي زمامه خويا مهدي زمامه غني على التعريف مرحبا بك الجمهور ديال الرجاء العالمي مرحبا شرف ليا نكون اول ضيف في البودكاست والبروجي الجديد ديال خويا يونس اللي فكره زوينه صراحه وغادي تنجح وغادي تنال الاعجاب ديالكم انا وواحد الحاجه انا واحد الفكره غنبروبوزي على خويا يونس في التعاليق نحطوا لك شكون بغيتي تشوف معنا في البودكاست الجديد زعما الجماهير اللي بغيتي يكونوا بزاف ديال الدراري صحابي هما راه كيعرفوهم منهم ناس كبار منهم فهمتي شوف بزاف ديال الحوايج غادي تشوفهم زوينين خليكم مع البودكاست الدراري الدراري مرحبا بكم معنا المهدي كما قلت لكم الدراري غادي نحيدوا له غادي الخشب كما كيقولوا غادي نعطوا بحال ما يحيف قهوه انا وبو المهدي بلا كذوب بلا وهم مهدي خويا الله يحفظك دابا بزاف منا حنايا الرجاويين بحال دابا انا كنعرفك رجاء ولكن ما كنعرفش الاستوار كيفاش تولي شي رجاء شوف هي شوف انا بغيتك تعاود ليا تفتح ليا قلبه وتعاود ليا كيفاش من صغير البلان تولي شي رجاء انا بصراحه الناس اللي كتعرفني راه كتعرفني انا قلنا ولد حي محمدي كبرت في حي شعبي في دار الامان بصراحه يعني من حليت عينا في الكوره تقريبا انا كان تقريبا هذيك 96 97 تما بديت كنعرف الكوره بديت كنلعب كوره في الشارع هذيك الساعه كانت الرجاء حاكمه وبس كندخل حدا كندوز من حدا القهوي انا كتبان التصاور ديال الرجاء بطل المغرب ست مرات هكا تمايا وليت كنتفرج وليت كنقول للوالد ديالي باغي نمشي نتفرج في التيران اول اش من عام 96 97 انا 97 حضرت في الطاس تفرج كانت الزياده ديالي اش انا 87 تقريبا كانت عندي 9 سنين 96 كانت عندي ديك الساعه وقيلا شي 4 سنين انا دخلت التيران في 97 دخلت في الطاس نيت الراجا كانت كتدخل في الطاس في ليامات 97 عصبه ديال 97 وباقي عاقل على اللاعبين باقي اليومين هذا كان نفس التوني اللي خارج دابا اللي لابس نتايا كان داك التوني هو اللي كان 97 وكانت شركة الامبروتي اللي شادهم انا كنت كنمشي نتفرج في الطاس كان الناس اللي كتعرف نور الدين الزياتي لاعب سابق لفريق الرجاء البيضاوي يلعب في الشباب المحمدية هذا كان ابن الخالة ديالي وخالتي وكنت كنمشي نتفرج في الطاس وهذا كنت كندخل مع راجل كنطلبو كنقول الله يرحم والدين دخلوا كنت كنمشي نطلب البوليس كما داروا كاع الرجاويين وانت في اللاج ديالك في اللاج ديال 10 سنين عشر سنين اول مره مشيت للتيران هي هذه واول ماتش ليا في دونور هذه كان في الطاس اول ماتش ليا في دونور كان الدراجه والكوكب كان الشتا كتصب سال هذاك الماتش جوج بجوج وما كانش اسمح لي قاطعش ما كانش عندنا مشكل الدار كيخليوك تمشي زعما لا انا فاش كنمشي سليت بغيت ديك الوقيته ديال 10 سنين ماشي هي 10 سنين ديال دابا 10 سنين ديال دابا كيعرف 10 سنين ديال شحال هادي ما كنتي راه لا راديو ولا تلفازه لا لا ما كاينش حتى انا كنت كنصنت لها في الراديو ولا كاين سؤال بغيت نسولك بزاف فهمتي البلاند كيفاش كنت كتعرف في البروغرام ديال راجل لعبه ماشي انا في الطاس كيفاش كتعرف بصراحه انا ولا لعبه في دون شوف كنت كتعرف في ديك الوقت هذيك الوقت كان العالم الرياضي
كانت تحط لك الجوله اللي بعدها معلم. وكانوا كان على حتى الجرائد، كانت الجرائد انا جرائد قديمه مثلا بحال ديال المنتخب وكنحطوا البروغرام كيحطوا لك حتى الترتيب وكلشي عليها حيت دابا الفيسبوك سهل كلشي. ولكن بصراحه انا تقريبا في 10 سنين مشيت غير باس، مشيت مره مع الوالي من بعد ما فهمتي، بقات حتى دازت واحد المده طويله باش وليت كنمشي للتيراني بوحدي، وليت كنمشي للدوره ونمشي في الطوبيس. وهذا تقريبا عاوتاني عندي واحد الذكريات زوينه في 2002، ومي مالوروزمون ما كملات زوينه، خسرنا الفينال ديال العصبه. كنت مشيت بالليل كان رمضان وقبل من الفينال كان دومي فينال ديال لاسيك اللي عقلت عليه ديال 4-0 خسرنا معهم 2-0 في الالي، وفي الريتور كانت 4-0. كانت الشتا كتصب ورمضان ديك الساعه بنادم صايب، ومشينا قبل الفطور بلا ما نقعد بالفطور ديالو والمسائل راك عارف. مشيت مع ناس كبار مني راه جاوا قدام عليا، بزاف الحوايج زوينين هادو هما اللي خلاو فهمتي وصلوا دقوا في الفيز بليا ملي شي كان صافي وليت كنبغي نمشي 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 معاكم. وبالنسبه للديبلازمون مثلا شي اول مره مشيتي، اول مره ديبلاسي عقلتي على راسك تجمع شي معاوله دير مثلا ولا هزي شي ساكيك ولا اول ديبلاسمون اكادير وكنت بوحدي ما كنعرف حتى واحد. شحال عندك من هنا؟ شحال نقول لك كنت شي 17 عام تقريبا بحال 17 عام وكان 17 عام. شوف راه معطور ماشي دابا بزاف منكم الدراري غيسمع 17 عام يلا دي بلاص 17 عام قلت لك شحال هادي راه تنقول لك راه بحال قلت لك شحال ما عارف مع تليفون ما كتعرف ما عارفش دابا بالعكس الدراري تطورات الوقت ولا بنادم عنده تليفون ولا ودارهم تيتيقوا يخليوه يخرج شحال هادي ما كانش تقدر مع داركم كاع ابل فيديو نطمنوا عليك. انا اقسم بالله خويا يونس الوالد ديالي كنت كنمشي نديبلاس ما كنقولش انا غادي نديبلاسي علاش؟ لانه الا مش قلت لي غنمشي نديبلاس يقول لي لا كذا الشغاب وهذا ما خصكش بزاف. فانا هذيك باش يبدا ولا خلاك شنو غادي يقول لك؟ وحدي راسك دير هذيك الافكار يقول لي خالعك غادي كان التيران حتى فيه المشاكل بزاف صراحه ماشي بحال دابا ولات فاش ولا لا شوف دابا الدراري ديال الجروبات راه ولاو الدراري كاين نقول لك دخلوا للمثقف ان خصك في التيران تشجع ماشي لا ماشي على هما لا دابا كندور لك عليه حاليا دابا راه التيران ولا كيمشي بنادم عارف اش غادي التيران شحال هادي راك انت كان كتمشي راه كاين السريقه كيمشي بنادم ديالو دابا ما بقاش عام باقي يسمع شي واحد في شريط ديالو في التيران لا ولا هذيك اللي كاين ولات مور سيكوريزي دابا صافي دابا ولاو الجروبات عارفين اش كيديروا لا هي ماشي كيسمع بغيت نسولك واحد البلان كنت بغيت نسولك عليه على انت معيش في المغرب؟ لا دابا معيش في المغرب. والماتش ديال هذاك بغيت نسولك وبزاف سولتهم هذا السؤال بيني وبينهم هما كيكونوا حاضرين في التيران. ماتش ديال 4-4 ديال المنطقة هو الصراحة علاش حاضر؟ بغيت نعرف لا عرفتك ما حضرتيش ليه ولكن بغيت نعرف واش كان بحال هذاك الاحساس اللي عشنا في التيران ولا لا غيكون لا غتعاودينا دابا التجربة ديال بنتي كيفاش عشتي هذيك الربحة هذاك شوف هذاك الماتش الوحيد اي واحد رياشي معاه غتسولو غيجاوبك فيرسون ديالو. لا انا هذاك الماتش الصراحه انا الدراري واحد المساله اللي غادي نقولها وكنت ديجا صريحه كنت ديجا قلتها في لاباج ديالي. شوف اول حاجه انا نحكي بدون لغه خشب ما غنقول كيفاش عشت ذاك الماتش 90 دقيقه كامله. اولا انا كانت عندي الثقه في الراجل، كانت عندي الثقه في الجروب، الدراري كانوا مزيانين وتلويدات راه تبارك الله كانوا راه بون ايكيب اصاحبي راه تصرفات اموال، ولكن باش تخرجهم بهذيك الطريقه حنا كنراجعوا شويه ازمه كذا ما عندناش كاليتي الجوار اللي عندهم، ولكن بقى ذاك الروح ديال الفرقه الروح ديال التوني هي اللي حسبت في الاخر. المهم انا احكي لك كيفاش باش الناس تعرف. اول بدا الماتش كنت كنتفرج انا وخويا وولد اختي وحده ديال الوالده ديالي، الوالده ديالي بعدا في كل ماتش وكتحيا ليا والله يطول ليا في عمرها الامهات ديال راه ديجا كتقولها كل ماتش كتكون لعبه الراجع والله العظيم الدراري اقسم بالله الا كتجلس حدايا انا كنكون ستريس ومتفرج ومع اعصابي كنسمع كتقول يا ربي يا ربي يا ربي اقسم بالله. وهذا الماتش ديال 4-4 انا نقول لكم بدينا بحال الكاره كما شفتوا كاع بداو هما بواحد زيرو ومن بعد حنايا خرجنا دوزيام ميطا بيتش تعادلنا بيلانتي ديال محسن المتولي ولات 1-1 جا البيت الثاني ديالو الثالث ديالو الرابع بصراحه انا نقول شوف رابع الاحساس انا نقول لك دابا اللي كاين في الرابع درت عند خويا وانا نقول لي واش غيرجعوا لنا 5-1 هذا وليت كنقول لك يا ربي ماركي الراجا غير جوج ولا ثلاثه باش تبقى ديك 4-3 4-2 ما يجيش يرجعوا علينا بصراحه. شوف انفو تضرب البيت الثاني والوالده حدينا كتقول لي ان شاء الله غيربحوا ولدي ان شاء الله غيربحوا ولدي والله العظيم كانت الماتش كامل من الراجا ماركا الثاني فرحات قالت لي شحال خاصكم ديال الاكوال
قلنا راه خصنا دابا لا درنا ربعه كنشرحوا لها قلنا لا درنا ربعه ربعه ان شاء الله غنتاهلوا شرحت لها كيفاش البيت الثالث البيت الرابع الدري ديال مارونغو عاد نعاود ديجا قلتها في لاباج اقسم بالله في واحد اللايف يونس خويا حنا عندنا واحد ترى كدابا كنت كتعاود لي شوف شنو وقع قدامك واش شتي راه واحد الفيديو منتشر ديال الناس في المحلات وحنا راه نسيت شو ساعات متاخره ترى واحد بنت ولها صاحبي زيد وراه انا حفظني الله واحد بحال كتقول غيبت بالفرحه غيبت شنو وقع ليا دابا انا كنت بلا ما نقول لانه كتفرجوا فينا دري صغار انا متكي على البالكون بحال هكايا الباب ديال البالكون حنا فين في الطاج العاشر تقريبا فازا كنتفرجوا البنايه طالعين دابا انا كنتفرج فرحت بحال هكا هو يبان لي بان البانو نقص ديك العيبات انا غادي قصد البارك ودرت جاب الله علي شويه ما راه ولا نستوعب عرفتي ذاك الاحساس والله العظيم وليت ناعس البانو كان غادي يضفر فرحان انا حكيت لكم بصراحه هذاك الماتش كيبقى من الماتش اللي ما كيتنساش راه قسما بالله شي تعاود هذوك الاجواء كاملين وتعاود هذوك الجمهور كامل وتعاود ديك اللعابه وما يعطوكش نفس لا والو هذاك الماتش كان داز فهمتي بحال فهمتي تاريخي غيبقى عمرنا ما ننسى واحد المساله انا غنقولها دابا تحيه لك الجمهور كامل الدراجه لانه اللي بصراحه تخيل فرقتك راه خاسره ب 4-1 وبقيتي في التيران الله خويا شوف فهمني راه كاين واحد كاين واحد الديربي مع 3-1 حافظين الله بنادم مريح تيقول لك انا معاهم ما كاينش هذيك اللعيبه ديال 4-1 وما عادش باقي كتسنى راه ما يمكنش 4-1 دابا غنعكسها دابا غنعكسها خويا يونس بغيتك نتايا في التيران و 4-1 بلا ما عاود لي مره 4-1 4-1 في المكانه معلقه شنو درتي انت 4-1 صافي راه ما درتيش مع راسك مريح لا ما كاينش خروج ما يمكنش تسمح في هذيك الفرقه مريح حتى الدفاري بلا كذوب كتعدل الثقه في الفرقه ترجع في هذيك اللحظه في هذيك اللحظه 4-1 مستحيل مستحيل انا واش كنقول يا ريس انا قرب سمي الوقت صافي باش حيت ما يمكنش 4-1 وما ترجع في النتيجه راه مع هذيك الفرقه اللي ولكن اللهم لك الحمد اللعابه كانوا رجال هذاك النهار وداروا ماتش اللي كبير بزاف وحاولنا يتعادلوا نعاودوا نسولوك الخال المهدي مرحبا موجود الله يرضى نهار كبير هذا الله يحفظك والله العظيم بغيت نسول بالنسبه ل انت دوزتي ديبلاسمون راه من قلتي راه من اول ديبلاسمون كنتي عندك 17 عام يعني مدوز من وراها بزاف يعني 2006 بديتي الانطلاقه ياك لا قبل منا ولكن كانوا ذاك ديال الخطفات فهمتي هي ما تسيلتش ولكن من هذيك البيريود لدابا عاود لينا شي ديبلاسمون اللي عمرك نسيت طرات لك شي بلان ولا شي طريف طرات لك في شي ديبلاسمون وشوف هو بزاف الحوايج وقعوا بزاف لي بزاف الطرائف اش كنا عندنا دابا بزاف ديال الجويين ما تنساش واحد المدينه تكون طارت واحد البلان عمرك تنساه واحد البلان اللي وقع لينا كنا ديبلاسمون لتطوان انا نقول لك واقع على 2006 2007 بحال هكاك كنا هذه راه طرائف وانا دابا في هذا البودكاست هذا بغيت الناس اللي كانوا حاضرين معنا في هذا الكار هذا اللي غندوي عليه يخلينا تعالق نشوفوا واش باقي عايشين وباقي انا عندي وحده ما يمكنش نكمل لك وغنسولك انا راه غنعكس لك السؤال كنا لاعبين في تطوان سالينا الماتش 3-1 كان باقي ديك الساعه بوشوان بوطان جوبونس هذو هما اللي كانوا اللاعبين هذا كان زلنا باقي كان المهم ربحنا ب 3-1 بقينا جالسين تبارك الله كانت ديبلاسمون راه ما كذبش في هذيك الوقيته الجمهور كنا كنعمروا ولكن بعد المدن عمرنا تيتوان ايش بنديها؟ تيتوان سالينا الماتش 3-1 المهم خلونا كعرف كيخليو الجمهور دراجه في التيران كيخرج الجمهور ديالهم جا عندنا واحد البوليسي بحال هكا قال لنا صافي نعستوا الجمهور قال لي جرى تاش من نعستوا قال لي قال باغي نتمزكوا المهم معليش عاود كليكات هذوك راهم هنا ولكن غنبداو حنا اللي ماشي على الطراس وداك الشيء ديما كنناولوهم داك الواحد شتو شنو كاين المهم جابوا لنا الكيران للتيران ترى هذا ما يمكنش جابوا لنا الكيران للتيران شنو وقع دابا طلعنا بواحد الكار انا كنت ديما كنت ديبلاس كنت معايا الساكادو ديالي في فوطا اجواء شكون لعيبات الجيل انا اللي كنت درت شويكه وهذا فشنو وقع انا جاي نحط اللعيبات ديالي في راك عارف ديال الكار فين تحط الباجاج وداك الشيء حطيت يدي بحال هكا طحت في واحد الكارطونه ديال الشوكولات دابا هما كيجيبوه من كيهربوه كيجيبوه منا ملي كيجيبوه في الفنادق ولا شكون هما هادو جابو الكار جابو ودابا الكار داخل الكار داخل تيطوان غادي 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 للداخل كيف ما كيسميو هما جابوه ديريكت عندنا ما مشاش للمحطه
ديو كي عمرو في الجوله هما جي بي معاهم الشوكولات ماشي ديو هما كان خصهم لا كان نورمالمون خصهم يخلو في واحد ديبو تما في تطوان ولكن مع حكموا عليه ما يجيبوه جاو بداك الشيء ديالو ياه وجمهور وتسمعني انا اول حاجه درت ديك يا وانا نقول لصاحبي تحت مني ديك الشوكولات عرفتي هذيك كلمه الشوكولات دار عند ديب نادر وما ينوضوا كيشوفوا فوق منهم ولقينا لانشون ناري وهذيك لانشون عرفتي شحال كيدير ما خاش نمشي صافي وداك الشيء والاخرين مع غير تحرك حركه الكار هما يبداو كي يفايو فينا وهذا انا كان عندي واحد المخبأ سري في الشتاكه خبيت واحد ندير لانشون يا ربي تسمح لينا الدراري شوف داك الشيء المهم علاش نعاود داك الشيء عفوا لا عادي داك الشيء خبيت جوج انايا خبيت جوج وحده ما انا هذوك جوج لانشون لانشون اصاحبي اما هذيك الوقيته تنعاود لك مشينا هما يديونا للديبو هما فايو فينا كاملين حتى واحد ما بقاش عنده شي حاجه خواه وكل داك الشيء كامل حنا بقاو عندنا داك الجوز تحركنا في الطريق حتى خرجوا من تيبوان بواحد السياره عرفتي لانشون بلا خبز لا لا ما وقفنا اش درنا حنايا يا ربي تسمعينا الدراري راه ماشي هذيك العقليه كسير عادي شي حاجه كنعاود داك الشيء ماشي سبونتاني راه فهمني نمشي عند واحد خونا عنده الحانوت بحال هكا فين نزلنا بها مشيت عنده قلت له راه عندي هاد لانشون شريتهم وما بغيتهمش قلت له شريتهم من كذا وين باعتيهم 150 درهم الوحده كلت 100 درهم لو كانوا معايا الدراري تحيه لولاد دار الامان تحيه خويا واهب في اسبان خويا عادل حمراوي اللي كانوا معايا مشينا بعنا ومشينا خدينا الشواق الصينه ديك الساعه هادو اللي ديبلاسمون من الطرائف اللي ما تنساوش ليهم صراحه والله وانت طالع دابا عاود لي ديال الاحلام هذا ثاني انا دابا صراحه الله هاد الطرائف اللي وقعات ما كنتش فيها وكي معاودين لي الدراري والدراري حاضرين ما يكذبوش عليا يعني هادشي كان واقع انا عاود لك واحد البلان وانا نعاود لكم الدراري واحد البلان وقع الكار جاي من ديبلاس وعارفين الدراري في ديبلاسمون ملي كتكون جاي كيكون فيك الجوع راه ما وصاي كتكون دابا بالجوج اللي عندك حط في القدر ديجا خسرت يوم ولا مشيت شي حاجه هم جابوا داك الكار ندوب بحال انا كنت فيه جابوا داك الكار لواحد البلاصه ديال كيكون غير شويش كيقولوا لها بلاصه كتكون السياحه ولا ماشي ديك ديال لوطورو عادي ناسيونال ديال ناسيونال داز الكار دخل تماك هبط الجمهور شو واحد بزاف ما تعاملش معاهم مزيان بغيت يخرج عيني بالمفهوم ديالنا هنا هما الدراري ما عجبهمش هذا البلان هذا خونا غيبدا يطبق علينا داك الشيء اش داروا لي داو لي سقيطه ديال الحولي معلقها داو لي سقيطه ديال الحولي ضربوها في كشافهم وهم تما غاديين كيبان لي خونا ايوا الجزائر كيبان ليه السقيطه غاده فهمتي ضاربينه في الليل ولا لا لا بالليل جمهور بزاف غادي يعني ضاربين لي شي يشوف السقيطه بقى تابعها بعيني يعني كتبان لي طلعت في الكار هو دابا ما غيدوي ما غيدويش مع واحد ولا جوج بزاف ديال الجمهور يعني ما قدرش يطلع عندهم عيط للجندار بقى واقف واحد الكار تيشوف في الباب اللور كيشوف في الباب وعيط للجندار داس واحد خمسة دقائق جاو الجندار وما وقف وديت هوت واه عباد الله داو لي السقيطه ديالي كانت هنايا واه عباد الله سقيطتي كانت داو لي هي كاينه في الكار هما يقولوا لي اسكت حنا غادي ويوقف جندار واحد وقف اللور وواحد طلع باش يفايلب طلع هذاك من الفياج الكار بدا من الكرسي الاولاني كيقلب كيمشي الكرسي الثاني كيقلب كيمشي الكرسي الاخر اللي حداه كيقلب دار الكار كامل هذيك السقيطه ما لقاهاش تخيل دابا الكزدير شاف السقيطه وطلعات ما لقاهاش هو يبط قال لي واش شريف كتسط علينا هنايا كيقول لي متيبكي والله يجي الدولي وكاين هنا وهذوك الجمهور راه ماشي مسطي راه شي حاجه اكثر من مسطي راه ما يمكنش وعيطوا على مول صفروا على مول الكار قالوا لي دي ماري حي لي من راه كونتي روين دي ماري الكار تمو وي واش خلص السكيطة دابا الفيلم وما فيه كاينين شي واحدين في الكار باغي يفهموا البلان حيت هما حاضرين السكيطة طلعت تحطت في يسولوا تيقولوا لهم كيفاش دابا عطيني انت انا نسولك انت انا نقول راه يحطوا عند الشيفو زيد خلوا في كومونتير كيفاش البلان ديال السكيطة الفيديو خلوه تعال كيفاش البلان السكيطة تقولش لي لبسوا جاكيطه وداروا بنادم الناس لبسوهاش اللعبه ياك داروا لها القب وما يدليوها على واحد الكرسي على الجهه زعما راه ناعس راجل كبير ناعس خونا جا بغا يفيق ما بغاش يفيق هذاك راه خليه ناعس ويدوزوا الكرسي اللي من ورا ترى شوف راه شي حوايج كيوقعوا راه ما يمكنش والله راه ما ديرهاش مع جمهور ديال الكاب خصوصا ديال لا هما شوف زي قباحه باش ما بغيش لا ما يجاو زعما راه حنا راه فهمتي شوف دابا شنو وصلوا واحد المعلومه شي جمهور دراج والله الا ديبلاسيت انا ما يمكن نحسب لك الاعداد ديال لي ماتش اللي ديبلاسيت راه فوق
اقسم بالله الا جمهور حضر لا جمهور واعر 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 بلا تكلمنا على واحد المساله ديال انه حضرت انا حضرت التاسيس ديال الالتراس فاش خرجت الجرين بوز في 2005 والله العادي ما الدراري اقسم بالله علاش هما اساسيده وعلاش حنايا هما الاصل الى انا حاضر ليه ملي كنا كنمشيو مثلا شي مدينه اخرى تيبغيو يجيو تصوروا مع لي برودوي اقسم بالله ما كانش عندهم لا انتراس لا هو جمهور بلا عندكم حتى شي مدينه باش من لا لا شوف كنجيو تصوروا معاهم والله شوف شوف ولكن راه من الزمان الزمانات اللي عندنا معهم علاقه مثلا وجده ولا تيطوان جمهور ديال تيطوان ديال جمهور ديال وجده انا عندي التصويره في تيطوان في طنجه كانت تيطوان دي بلاصاو لعبوا السبت وحنا لاعبين مع طنجه الاحد تلاقينا بحال هكا لانه هما جاو نزلوا تما ومازال غيرجعوا لتطوان تلاقاونا معاهم والله العادي ما كاينش كيقول لك خويا خويا كذا حنا درنا واحد الفكره تبادلنا التونيات وهما تصوروا ديال الراجل وحنا تصورنا ديال تطوان شوف الناس عمري هاد العلاقه زوينه بين الجمهور ديال تطوان تحيه للجمهور ديال تطوان تحيه للتطوان الناس اللي عمرنا دار والناس حاضرين وواحد القضيه غنتكلم عليها شوف شوف باش نحاولوا من اختصار ندوي على هذه النقطه باش نحاولوا ما نطولوش الفيديو حيت اول الدراري اول ما فيديو ما بغيناش بغيناش طويل ما تملوش بغينا نحاولوا نجيبوا كيف اللعيبه من الخابية كما كيقولوا من الخابية دابا حنا بحال كنشربوا نوع قهوه وكنناقش عندي واحد هادو الرجاويين اللي حضروا لي هاد الوقيتة هادو يكتبوا لنا في التعاليق ويقولوا لنا كنت واحد من الجماهير المغربيه اللي عزيزه علينا انا كعزيز علي كنادي كفريق وكنحترمه هما دابا راه تروح لنا لابوز غناو معنا ديسك ديالنا الناس اللي عقل على هذا في 2007 جو بونس في جديده كانوا كنا دخلناهم في جديده مقابلين معنا بداو كيصفروا علينا وما طلعوا بديسك ديال الراجا ودرنا معاهم دوبل فيراج ما بقيتش عقل على الديسك بالضبط ولكن الديسك كان مشهور ديال الراجا درنا معاهم دوبل فيراج هما من لي ومن حنا علاش كنقول لك هاد الناس هادو المودو اللي كنبغي نمشي لها انا وانا مرتاح عندك قناطره عندك شي طوان على الله وجده قناه ترانس وجده واحد العام حتى هما راه داخل بشي خمسه الفلامات هنا ودوك الناس راك شينا اخر مره راه جبنا بطوله تما علاش انا مشيت لتما وراه كان معايا الدراري قلت لهم عندي يعني اخر مره دي بلاصتي لوجده راه من سنوات انا عندي استوار في صراحه وعاود يا ما تقلب سهله سبحان الله فكرنا في نتيجه اخر واحد كان صغير غير ثلاثة زيرو اللي ربحنا في الشامبيون واخر ديبلاس مولي كنا ربحنا 3-1 وكانت ليا هذيك 3-1 كانت واقيلا ليا ما تسيلتي قبال كانت دراري باش ما نطولوش عليكم اللي عجبكم البلان خليو لينا الاسئله ديالكم اول حاجه خليكم انستغرام تما خليو لي الاسئله اللي بغاو نطرحوا على الضيوف ديالنا وعطاونا شكون هما الضيوف اللي غنبغيو نجيبو لكم الدراري اي واحد طيب بغيت شو غنجيبوه كما بغيت اي جريح معاه دابا حطوا في التعاليق الاسم ديال الشخص بغيتو تشوفوا راجل هاد الكونسيبت راه راه هو بزاف بودكاست وهاد البلان اللي درت انا راه ما كاينش الدراري في المغرب يعني نحاول نزرو به راه الماتريال على قد الحال احنا الفكره جات غير حنا مريحين قلنا قال لي توكل على الله كثير خاصني ماتريال وقال لي هلا بدا عاد كيما شفتوا كراسي راه هزيناه ومن هنايا لطويبلا حضرناها درنا الاجواء وفين مصورين الدراري بلا ما شوفوا مصورين لا حال عندي يعني نفس الدوم رايحين خالقين ما كاينش اشكال التشجيعات ديالكم هو باش غيكون انا والله انا عادي انا مازال ما عندي بزاف ما نحكي كندير شي حاجه كنبغي نكون باغيها ما كنبغوش مفروضه علينا هاد الحاجه كنحس براسي شي ارتاحيت لها زوينه غنجيب صديق ديالي اللي غيريح مازال حتى انا وياه مازال ان شاء الله نعاودوها مره اخرى هذا ما كان الاخوان حنا راه شويه عفويين حنا ما عندناش مع التصنع من بعد ست شهور اخويا يونس ان شاء الله الى كتاب من بعد ست شهور رجعت المغرب نتمنى نكون انا الضيف معك ولكن تكون الحلقه ديباسيتي ان شاء الله ان شاء الله لا لا شوف فوت ليا باش نعاودو نحكيو ان شاء الله يبان البلان زوين ان شاء الله ولكن كما قلت لكم راه التشجيعات ديالكم الدراري باش غيستمر والله الا فكره زوينه راه كما قلت لك راه كل رجاوي راه مازال عنده في الشوف بزاف راه كاين قصص ديال شي واحد رجاوي كيما عنده كيف عرفناش راجل كيفاش ولا رجاوي يعاود لينا غنتصدموا فيه مثلا ولا احنا راه ما عندناش لا اسئله لا والو هذا البلان ديال السكيطه ديال حولي راه شي واحد ما كان علي اللي عارفها هذا شي حاجه من الطرائف نعاودوها والله العظيم والله الا شرف كبير بزاف حيت انت اللي قلتي لي تفاعل مازال ان شاء الله مازال غتمشي ان شاء الله وكيف العاده كان معكم خوكم نادي الزمان وخوكم يونس من قناه بي بي نشوفكم في بودكاست جديد مع ضيف جديد تهلاو في راسكم